أهلا بك سيد عزيز رباح، ضيفا لموقع سفيركم. أولا، هل يمكن أن تسير مبادرة الوطن أولا في اتجاه مشروع سياسي؟ لا أبدا، احنا اختارينا الإخوة المؤسسين، اختارينا حتى يعني سجلنا حتى في القانون الأساسي أن لن تتحول إلى حزب أو إلى نقابة أو لجمعية حقوقية. هي حركة إن صح التعبير إصلاحية تنموية محايدة مستقلة، نقول رأينا في المسار التنموي ديال بلادنا ونأتي باقتراحات ومبادرات، نقوم بتأطير المواطنين يعني وخاصة الشباب والنساء وحاملين المشاريع وبعض الفئات، ثم أيضا نشتغل على مستوى تعزيز ترسيخ القيم في المجتمع وتماسك المجتمع ومناعة المجتمع. هذا طبعا قبله وبعده وأثناءه الدفاع على الإشاعة المغربية، على الحضارة المغربية، على الـ على الـ على, الـ على القضايا الوطنية، ما يسمى بالدبلوماسية الموازية، وقضايا الجالية حاضرة طبعا كدور من الأدوار الأساسية لهذه المبادرة. الحمد لله أول فرع أسسناه هو في فرنسا وفي ليل دو فرانس، يعني هنا، وهذا أول نشاط الحمد لله اللي كما لاحظتم كان نشاط ناجح طبعا كبداية إن شاء الله مشرفة، وأكيد ستتبعها أنشطة أخرى. اليوم التكنولوجيا تسمح بأن نطور الأنشطة ديالنا يعني وأن نصل بها إلى أبعاد كثيرة، ولذلك معول على الإخوان في الخارج أنهم ينخرطوا في المبادرة إن شاء الله حسب القناعات ديالهم، يعني أو اللي هو عنده شي جمعيات أخرى ومؤسسات يعني يمكننا نكون عندنا شراكة فيما نتفق عليه وفيما نختلف حوله طبعا وهو قليل، يمكننا نأجله أو يمكننا نلقوا له إطار آخر للاشتغال عليه. بالنسبة لمدونة الأسرة، هل تحتفظ بنفس مواقف البيجي دي أو ربما تغيرت؟ لا، هناك قضايا ثابتة لا تتغير، يعني قضايا الأسرة هي ليست قضية تقنية، ليست قضية عقد يكتب أو إرتون يوزع، هي قضية جوهرية، هي أساس ديمومة المغرب والمملكة المغربية، ولذلك قضية الأسرة هي قضية يعطيها جلالة الملك عناية خاصة، وحريص طبعا أن يكون ذلك في إطار الثوابت الإسلامية وفي إطار الثوابت الدستورية، وحريص أيضا أن نأخذ بالمستجدات والتحديات، ولذلك أنا موقفي دائما ثابت، ها نتحدث عن الأسرة المغربية وليس عن الأسرة الفرنسية ولا الأسرة اليابانية ولا الأسرة الصينية ولا الأسرة المصرية، رغم أننا نشترك معهم في الانتماء يعني الديني وفي الانتماء يعني العربي والانتماء الجغرافي. نحن نتحدث عن الأسرة المغربية بخصوصياتها المبنية طبعا على التوابيت الإسلامية وتعدد الروافد الثقافية، الحمد لله احنا بلد واحد لكنه متعدد، ثم أيضا في إطار انفتاحها، ولذلك الأمر محسوم بالنسبة للمغاربة، وإذا كانت اجتهادات مرجوحة وهي لصالح تماسك الأسرة وليس يعني مرحبا بها. هل تغيرت علاقتك بإلياس العمري وذابت الخلافات رغم الحروب المتبادلة؟ لا لا لا، لا يمكن أن يدوب الخلاف بيني وبين العماري، مسافة كبيرة في قناعاتنا وفي مواقفنا وفي اجتهاداتنا، يعني مرجعتنا الإيديولوجية والفكرية وحتى السياسية، لكن أنا استدعيت من طرف يعني إذاعة كابرادو التي يملكها، وأنا أستجيب لكل الطلبات يعني وأقول رأيي بحرية، وأنا أعطيت مثال لما ذهبت إلى محاضرة حاول أن يحاصرها انفصال جمهوري، لكن حرص أن أكون حاضرا لكي أعبر عن رأيي وأدافع عن بلدي وعن قناعاتي. كيف هي علاقتك بابن كيران بعد الذي وقع إزاء ولاية العثمانية الحكومية وما تلا بلوكاج سنة 2016؟ لا، علاقة محدودة إلا في المناسبات، لأن هو يقود الآن مسار ديال الحزب وأنا في مسار آخر، نتمنى التوفيق للجميع. كيف يمكن للمغرب استثمار علاقته بجاليته؟ كان أعتقد بأنه كين جوج ديال المسارات، كاين دور الجالية باش تنفع بلادها، هذا خصنا نبداو نذكروا عليه باستمرار، لأنه شنو الأدوار اللي خصها تقوم به الجالية، والحمد لله هذه الندوة تحدثت على العلاقات المغربية الفرنسية ومن ضمنها أدوار ديال الجالية باش تطور هذه العلاقات في الاتجاه الإيجابي وخاصة في الاتجاه ديال الاحترام المقدسات ديال البلاد والتوابيت ديال البلاد وخاصة السيادة الوطنية على الصحراء، ولكن أيضا كاين المسار من المغرب، دولة المغرب تجاه جاليتها، أشنو ممكن بعد تحسين الخدمات الاستقبال، خدمات الإدارية، خدمات القنصلية إلى غير ذلك، أشنو ممكن تقدم الدولة للجالية، يعني كيفاش تعزز الموقع ديالها السياسي داخل المغرب، الموقع ديالها الاقتصادي والمهني، الموقع الثقافي، تستفد من الخبرة ديالها ومن العلاقات ديالها. وأعتقد أنه هدف ماشي فيه المغرب، لأنه المغرب الآن عنده واحد ما يسمى بالتراث اللامادي والتراث الإنساني، واللي الحمد لله خلاه الآن بأقل شيء ننجز أشياء كبيرة، والحمد لله جميع الدول الآن تتنافس لعقد شراكات مع بلدنا.